السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سبايدر. رجعت لكم بمقطع جديد عن فورتنايت. بمقطع اليوم رح نتكلم عن السيزون الثامن في فورتنايت، رح نتكلم شو ممكن يصير، رح نتكلم عن الصور التشويقية الأولى بالموسم الثامن اللي نزلت، ولسه في عنا الصورة الرابعة حتى تكمل الصور كلها وتصير صورة واحدة. بالإضافة رح نتكلم عن على المدن، على الأشياء المتوقعة اللي ممكن تصير بالموسم الثامن. تقريبا إذا نزل هذا المقطع يوم الأربعاء فلسه تقريبا أقل من 24 ساعة للموسم الثامن. فأوكي شباب، أول شيء نزل عنا الصور التشويقية الأولى. أول صورة هي بتدل على القراصنة. طبعا الصورة إذا بتدل على القراصنة مو يعني ممكن يكون في عنا سفن وهيك، ممكن يكون في عنا أشياء تانية مثل الكهوف والمناجم، لأن هني حددوا في نقطة معينة يعني علامة معينة بالإضافة للكنز، فممكن إنه يكون في عنا مثل المناجم بالإضافة أو كهوف نقدر يعني ندخل عليها، انه رح يكون في عنا سفن داخل فورتنايت نقدر يعني نتنقل فيها، ممكن يكون في عنا بحر بين المابات وممكن ما يكون هيك، بس هاد يعني توقعاتي. بالإضافة للصورة التشويقية الثانية وهي مثل ما شايفين أمامكم بتدل على أفعى. للأسف الموسم السابع كله وكل العالم حتى أنا منقول إنه في تنانين داخل البيض في فورتنايت بالجبل اللي ظهر البيض، أكثر من بيضة وصار يطلعوا أصوات، إنه صرنا نقول إنه في داخلهم تنانين، لكن طلع في داخلهم أفعى أو مجموعة من الأفاعي. يعني طبعا هاي الأفاعي ممكن يعني أكيد إلها دور بالموسم الثامن، شو الدور اللي ممكن تسويه الصراحة ما بعرف. بالإضافة يا شباب الصورة التشويقية الثالثة بتدل على سكن من سكنات الموسم الثامن. طبعا مثل ما شايفين أمامكم طبعا أكيد يعني مو باين 100% شو نوع هذا السكن، أكيد يعني هو حيوان، لكن شو نوع هذا الحيوان؟ ممكن يكون حيوان يعني من الزواحف مثل الأفعى وهيك، أو إنه يكون نمر صراحة ما بعرف، أو تنين طبعا بعيد شوي من إنه يكون تنين صراحة ما بعرف شو ممكن هاد يكون. هاد السكن ممكن يكون سكن تيرمية، ممكن يكون سكن عادي بالباتل باس. أكيد كمان لسه في عنا الصورة الرابعة، بتوقع إنه كمان يطلع سكن غير هاد، لأنه بالصور كلها بطلع سكنات بالإضافة لأشياء ممكن تصير. فظهر عنا القراصنة بالإضافة للأفعى، وظهر عنا السكن، ولسه رح يطلع عنا الصورة التشويقية الرابعة. طبعا يا شباب اذا منلاحظ هون اذا جمعنا الصور رح نشوف في عنا بركان. اكيد يعني انا الصراحة اول شيء انتلكم ما بتوقع انه يصير بركان، لكن على حسب الصور الموجودة فالبراكين رح تظهر في فورتنايت 100% رح يكون في عنا براكين. طيب يا شباب هون في عندي توقع لسكن من سكنات الموسم الثامن، ممكن يكون سكن بالمتجر او يكون سكن بالباتل باس. مثل ما شايفين امامكم هذا السكن الصراحة عجبني لانه سكن قراصنة، واكيد 100% رح نشوف شي سكنات الها علاقة بالقراصنة، لان الموسم هيك يعني له علاقة بالقراصنة وما بعرف شو، فاكيد رح نشوف هيك نوع من السكنات. فرأيكم بهذا السكن الصراحة انا عجبني، ممكن يعني ينزل، ممكن ينزل بشكل مختلف. طيب يا شباب مثل ما شايفين امامكم عندي بعض المابات المتوقعة للموسم الثامن او تكون مابات شبيهة لها. اول شيء كل التوقعات بتقول انه الثلج رح يذوب في فورتنايت، انه ما رح يضل في عنا ثلج داخل الماب. فمثل ما شايفين امامكم هاي المابات اللي يعني مو ضروري تكون نفسها، ممكن تكون قريبة لها او نفس النمط تبعها. بدأ يظهر عنا سفينة في فورتنايت مثل العاصفة اللي ظهرت عنا من بعيد، ظهر عنا سفينة، فأكيد هذا الشيء كمان بدل على القراصنة وإنه رح يكون في عنا سفن في فورتنايت. ممكن السفن نستخدمها للتنقل من مكان إلى مكان، أو السفن يكون لها علاقة فقط يعني سفن بس مثل المباني ما بتحسن إنك تركب فيها أو تتحكم فيها، فقط هيك بس سفن داخل الماب. وهون يا شباب في عنا سكنات ومعهم الفأس الخاص فيهم. إذا منلاحظ على هاد الفأس في عنا مدينتين ممكن إنهم ينحذفوا في فورتنايت، وإن شاء الله إنهم ما ينحذفوا لأنهم أفضل مدينتين في فورتنايت، يعني عن جد أفضل مدينة في فورتنايت. تلت هيد بالإضافة لبليزنت مثل ما شايفين ممكن إنهم ينحذفوا في فورتنايت، لأن في تلميح هون لحذف تلتت بالإضافة لبليزنت. أنا بتوقع أنهم يغيروا بهدول المدينتين إن شاء الله ما يحذفوهن، لأنه عن جد اللاعبين تعودوا عليهم وأفضل المدن ولساتهم يعني من الموسم الأول، فإن شاء الله ما يصير شيء لهدول المدينتين أو ينحذفوا.
بالصورة التشويقية الأولى وقت حطوا أنه في قراصنة أو شيء بدل على القراصنة في إلها شرح لهاي الصورة، وهو أنه في علامة وفي كنز، علامة الكنز. فمتم شايفين أمامكم حاليا هون بالماب في عنا ظهور لهاي العلامة، ممكن يكون هون بداية مثلا، هون تكون السفن، هون يظهر عنا نفق، يظهر عنا شيء يخص يعني خاص بهذا الكنز، لأنه هون يعني بعض كل العالم، مو أنا اللي اكتشفت هاي العلامة، العالم نزلت واكتشفت انه هاي العلامة موجودة هون. ممكن يكون لها علاقة بالموسم الثامن، وممكن تكون علامة عادية، لكن ما بتوقع هذا الشيء انه بتكون علامة عادية، لان فورتنايت ما رح تسوي لك هيك علامة بالماب انه خلص علامة، يعني اكيد هذا الشيء بدل على الصورة التشويقية الاولى. طيب يا شباب، وبخصوص السيرفرات العربية، كل العالم بتقلك السيرفرات العربية رح تنزل بالموسم الثامن، واكيد ان شاء الله انه تنزل بالموسم الثامن. اولا السيرفرات العربية جاهزة بالبحرين لكن غير مفعلة لسه، يعني هي سيرفرات امازون لكن لسه ما صارت في فورتنايت، ممكن يكون في لها شغل او شيء غير يعني اضافي لحتى تكون جاهزة في فورتنايت. السيزون الثامن تقريبا رح تكون مدته 100 يوم، وبعتقد انه هذا اطول سيزون باللعبة، لانه رح نشوف اشياء كتير حلوة بهذا الموسم، تغييرات وأحداث مو بس مثل الموسم الأول والثاني وهيك أنه حدث واحد، رح نشوف أكثر من حدث مثل الموسم السابع، وممكن يكون أكثر من هيك. طبعا يا شباب أغلب التوقعات بتقول أنه السيرفرات ممكن تكون بمنتصف السيزون الثامن أو بآخر السيزون الثامن، إن شاء الله تكون بنصف الموسم الثامن، لأنه عن جد ملينا. يعني إذا بالموسم الثامن وبنصفه لسه تقريبا أكثر من شهر لحتى يكون في عنا سيرفرات عربية، وما بعرف ليش هيك الشركة هاملتنا على الآخر وبيسووا ولا. أوكي شباب، لهم نكون وصلنا لهاية حلقتنا، لا تنسوا من اللايك والشير والسبسكرايب. كان معكم سبايدر من قناة سبايدر جيمر، بيس أوت.